aujourd'hui au siège de l'Omran sous Smessa en représentation du groupe l'Omran pour lancer, donner le coup d'envoi donc Moussabaqat l'Omran lil Qira'a, donc qui est conclu en étroite collaboration avec la direction préfectorale donc de l'éducation nationale. Donc nous sommes très honorés de donner ce coup d'envoi qui va concerner environ 46 établissements, plus de 5500 élèves et qui consiste donc à un concours de lecture en trois langues, donc en langue arabe, en langue amazigh et en langue française. Les objectifs d'un tel programme, c'est d'asseoir encore plus la présence du groupe l'Omran et de toute cette filiale dans le cadre de l'insertion sociale en parfaite adéquation avec son label RSE obtenu auprès de la CGEM. Et donc nous sommes très honorés que ce départ ait lieu à partir de la ville et de la préfecture d'Agadir, Idaou Outana. Donc le planning fixé démarre en novembre et conclut au mois de mai 2022. Donc Inch'Allah, au mois de mai, nous serons en mesure de désigner les lauréats qui auront fourni un effort important qui consiste donc à lire un certain nombre de livres, à en faire un résumé. Et donc les commissions en charge vont faire les sélections, les notations qu'il faut pour toujours donner beaucoup d'encouragement à ces élèves. Donc je veux préciser également les niveaux concernés qui sont le niveau CM2 et 6e. Donc le parcours primaire donc de l'éducation, le but étant de doter ces élèves d'un sens de lecture, d'un sens de la culture, étoffer leurs connaissances, étoffer leur envie de curiosité, les doter d'éléments de langage qui vont à coup sûr parfaire leur parcours par la suite et leur fournir tous les outils qu'il faut pour inchallah exceller dans leur parcours éducatif. Merci beaucoup. خصوصا في إطار تنزيل ديال المشروع رقم 16 والمتعلق بالتعبئة حول المدرسة المغربية، واللي اليوم حنا كنعطوا واحد أهم ديال الأوراش صريف لأهم الشركاء الاستراتيجيين ديالنا في المنظومة، على اعتبار بأنه الورش ديال الإصلاح ماشي ورش اللي خاص بالفاعلين في وزارة التربية الوطنية فقط أو حتى الفاعلين على المستوى الحكومي، بل هو مفتوح ومسؤولية الجميع من البرلمان، من الحكومة، من قطاع خاص، من جماعات، من سلطات، من مجتمع مدني، من أسر إلى غير ذلك. فبالتالي اليوم كتشوفوا اليوم مؤسسة العمران كمؤسسة مواطنة اللي بادرت الانخراط في هذا الورش الاستراتيجي الهام من خلال مشروع أولي من ضمن المشاريع اللي إن شاء الله غادي يبدأ تنزيلها في إطارنا في الشركة، على اعتبار بأن الشركة الإطار توقعات في 2020 على المستوى المركزي بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي آنئذٍ مع مؤسسة العمران مركزيا على المستوى الإقليمي المحلي. تم توقيع ملحق ديال هاد الاتفاقية الإطار، واللي اليوم حنا في إطار التنزيل الفعلي ديال هاد الورش. لماذا القراءة؟ القراءة باعتبارها هي أحد المداخل الأساسية لولوج عالم العلم والمعرفة، وهي أحد الرفاعات الأساسية جدا للتنمية في البلد، وهذا واحد المنافذ والآفاق الطموحة اللي كتبنا عليها الإصلاح والورش ديال التعليم بصفة عامة. فالورش اليوم هو في إطار تجريب كما جاء في مجموعة ديال الأسئلة، نحن فقط في إطار تنزيل هذا المشروع على سبيل التجريب، وهذا هو علاش تم الاقتصار على عينة مؤسسات، عينة أسلاك، لم يعمم على جميع الأسلاك على جميع المستويات، علاش من بعد اللي غادي تكون واحد المحطة ديال التقييم ديال التجربة كي غادي إن شاء الله من بعد غادي يكون التعميم ديالها على مختلف الأسلاك، على التعليم خصوصي عمومي إلى غير ذلك. وبالتالي أيضا هذا جزء من هذه الشراكة، على اعتبار بأنه غادي نفتحوا على أوراش أخرى، التعليم الأولي، إصلاح وتجهيز الخزانات إلى زول رشيد باراج ديال الإمام الزيت اللي تذكر تم على المبادرة اللي وتنان وسمي نموذج تنوت سيمدمز والو تنوت سدراوت أكد تمرسيت العمران
تمزيز زاد في ديوان سنت التغريد تمزيز العمران ولا الحزوار العمران التغريد والسنس سيطع سبارق انت خطرت يخد سنس كريان مزارين ديال مزازال اكد ديم حزوار ولدان نايزرين تعوصية دي قد تمسد لان قرأت وكليت التي تلايت تعرب دوتي التمازيغ دي قاني انتو تلاي توصيبين يلي تو تلاي تفرانسيس اما يعني ما يمكن ادية تمتار من مرزم خفاء ومضال جوسنا تمضان سمتا تحب تاسا مزوارو اللي كان تاسا قرن يقات مسد تغري تاتي كان يوانا عم قران يتكمي حوى منوق سيوى نقوى خمسة والف يمون الإسرائيلية تقود هي تبوية ينسك سبلي التجان أزان سوماتا هذه النورز مختو السنوين هذه النورز مختين ديتين هذه النورز مختو منزلين سوسنا سوماتا السنة تسكريات إنو سنغمس فد الدولية كدا تبي كدا نوهاوس أمتايا حزوارات أرن السلام مسد أدي أنت تدلو تمرسي لنا بكو المسل فد الطوضة وغدا ديوضة وحزوارات يتاسم إياس يترسن سداء تزويري تنميرتي أزو القريس تنميرت يوانسا فنوك نغم 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 نغم